تحصلت قناة عاد على برقية سرية مسربة لقرار من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني بإيقاف عدد من قيادات محافظة حضرموت عن العمل. وأبرز القيادات الموقفة بموجب البرقية وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري، وكذا مدير فرع شركة النفط بالوادي والصحراء السيد عبد الرحمن بالفاس الكثيري، وكذا وكيل نيابة ساحل حضرموت القاضي شاكر محفوظ بنش.